السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بجرب لعبة أول ما نزلت على بلاي ستيشن 3 في 2015 ولاحقا نزلت على جزء أخرى ومنهم البي سي. للأسف اللعبة أنا حط عيني عليها من زمان مثل ألعاب كثيرة ونزلتها على ستيم وما لعبتها. ألعاب كثيرة نزلتها وما جاء دور على اللعبة. الشيء الوحيد اللي خلاني يعني يثير اهتمام اللعبة لأن أنا ما أحب ألعب ألعاب أركيد اللي تأتي مع المهارة، سمعت ان مصمميها اثنين اخوان عرب وكانت اول لعبة كوميرشال لهما، وسام همام البهندسي سوريين الاصل اخوين، ولد وسام في الرياض واكمل دراسة المدرسة في السعودية، ولما بدأ يدرس الجامعة انتقل لدمشق في سوريا واكمل دراسته هناك. صعب جدا اني اوجز كل اللي انجزه الاخوين الاثنين في فيديو قصير، ولكن بحاول اني اترك بعض النقاط اللي شفتها مثيرة للاهتمام. كلاهما درس البيسك على كمبيوتر الصخر 170X، نفس الجهاز اللي عرضته في فيديو توأم بابل، وكلاهما يحبون تطوير الالعاب، وكلاهما تركيز مجالهم او تخصصهم يتعلق بالكمبيوتر جرافيكس اللي هو رسومات الحاسوب. وسام عنده تخصص اكثر في الاوبتمايزيشن، واخوه همام عنده تركيز اكثر في الجرافيكال بروجرامينج او تكنيكال ارت، كيف يعمل كودينج للانيميشن ويعمل المثلثات والخرابيط دي البوليجون. بعد التخرج سافر الاثنين الى كندا وعمل وسام على كتابه عده مقالات في كتب شيدينج منها شيدر اكس وزينو جي بي يو وجي بي يو برو، وحصل على عدة جوائز مايكروسوفت MVP بسبب ذلك إذا ما أنا غلطان. وكذلك اثنينهم عملوا في شركة EA لمدة 7 سنين وشركات أخرى مثلا Warner Brother، واشتغلوا على لعبة Arkham Knight، وكذلك اشتغلوا الاثنين على تطوير محرك Unity وUnreal. ولا أنسى الاثنين منهما عملوا في شركة NVIDIA شركة GPU المشهورة. في منتصف 2000 لم تكن الحركات العامة متوفرة ومشهورة، فيونيتي أول ما أعلن عنها كان يعمل فقط على الماك في 2005، وفقط في 2009 أعلنوا عن إصدار للويندو. أما عن محرك أنريل فأول إصداراته كانت فقط للشركات والاستخدامات الداخلية، وأصبح مفتوح للعامة في إصداره الثالث وأعلن عنه في 2009. قبل ذلك في التسعينات والثمانينات الشركات الكبيرة والمتوسطة كانت تعمل محركات خاصة لهم لتكون أساس لألعابهم وتكون مختصرة للشركة نفسها. عمل الأخوين منتدى الشبكة العربية لمطوري الألعاب، وكانت هدفها عمل تكوين مجتمع عربي مهتم بتطوير الألعاب بأساسات قوية ممكن تنبنى فوق الأساسات هذه، عمل محركات وأدوات خاصة لتطوير الألعاب وبذلك تكون the most optimized the most efficient. ولكن للأسف بعد ما عمل المنتدى بفترة قصيرة كانت بداية في 2008 بدأت تنتشر استخدامات محركات المفتوحة والعامة مثل يونيتي والأنريل، وذلك سبب في قلة اهتمام في مجال تطوير الألعاب باستخدام Low Level Programming Languages وعمل الأدوات والأمور هذه. قبل ذلك تعاون الاثنين في عمل محرك ثلاثي أبعاد اسمه DSK وبدأ عملهم عليه في عام 2000، وكان تركيزهم انهم يعملون سريع الاداء ويشتغل في ثلاثة ابعاد ويدعم على عدة منصات، وعملوا عليه عدة مشاريع منها المحاكاة، مكتب امبر، ومتحف العمارة الاموية، وكمان لعبة ثنائية الابعاد اسمها نداء الخفرع، وعملوا ايضا برنامج لبناء المراحل اسمه كوزموفورم ويدعم البرمجة البصرية وتصمم مخططات التدفق، وشركتهم InFrames، وما زال التطوير مستمر على أدواتهم بدون انقطاع. وأخيرا في عام 2015 استطاع الأخوين أخيرا إنجاز أول لعبة كوميرشال مبنية على محركهم الخاص DSK واسمها عبر السدم أو Hyper Void، وأخذت منهم سنة كاملة وقليل ونيف لإنجاز أول إصدار، واستمر العمل عليها تقريبا سنتين عشان يطلعون اصدارات على الاكس بوكس والبلاي ستيشن 4 والبي سي. وهنا يجي دور الفيديو. طبعا انا بعد ما اخزن اللعبه وبعد ما اجربها فبتكون تجربه كالعاده في تقييماتي هذه الفيديوهات هذه، دائما انا اجرب اللعبه على الطاير واقول ايش رايي. انا احترم الاخوين احترام كبير جدا صحيح، واقدر قدرتهم البرمجيه، ولكن انا ما يعني اني بجامل في تصريح اللعبه.
وإن كان يعني رأي الخاص بذكر هنا بس كأن تجيب فلاح يقيم ملك. فقدرتي المحدودة يعني أحس أنه ما تعطيني مجال أني أنقد، ولكن بكون صريح زي ما أنا في جميع الفيديوهات. فلنبدأ. أوكي أنا ما أنا جاهز بس لازم نبدأ. أنا ما أحب ألعب الأركيد، جاء الوقت نمشي نفسنا. وأنا قاعد أعمل إديتنج الفيديو ذكرت إن في ناس واجهوا حساسية بسرعة وما يفهمون النكت. ترى يوم قلت أتمنى ما يفشلون الأخوين البهندسي كنت قاعد أنكت يعني آيروني، قاعد لو شهادات ودي يكون داير لعبة خيسة يعني ما ممكن بابا ما ممكن، دول مختصين في 3D جرافيكس وعملوا المحرك وعملوا على اللعبة، يعني لو تبرمج اللعبة وتصمم اللعبة على يونيتي أو أنريل ما بتجيب نفس الدقة والجودة والسرعة، لأن دول شغلهم مختص كله لو لفل كله برمجين لو لفل زي كده. anyway زي ما تشوفون أنت ويخلص تخزين اللعبة ما عملت لها رن. أتمنى تشتغل ما تتقلط عندي. أوه يس أنا قريت في مكان ما إن في الدي إل سي في نزل دي إل سي عربي. وين الدي إل سيز؟ هيكون بس دي إل سي للبلاي ستيشن. على كل حال بشغلها بس اللي فهمته تدعم عربي، وبعمل بحث بعدين بالفيديو وأشوف كيف. لان انا يوم رحت الستور متاكد انه ما شفت لها دي ال سيز، فقد يمكن في مكان ما، فانا متامل ما شفت الريفيوز ما شفت اي شيء. نبي نلعب طاز ونشوف، بس قريت الوصف نو دي ال سيز اي دون نو. فلا نطولها، اغني طولت يمكن 6 دقائق في الكلام 6 او 5 دقائق. يمبالي اتاكد من الشاشه. اوه خليني أشوف إن فريمز ريديفاين ذا يونيفرس. أوكي كوبريشن توكنا وارنينج إف يو هاف ذا هيستوري أوف إبيليبسي. أوه في ألوان واجد زي نيو نو. لا في قصة بعد. After the supernova توقعت إن أركيد حرة explosion SNR. اسم النجم نفسه زي دول ال enemies from all races enemies start reading the front well okay with no clue on the cause of this sudden universe hostility as mission force has been prepared to carry a recognition. They fly RM-24 as a combat and defense specialist. You and your team will take off from the front of the defense kit and jump from the wormhole from GX. Stay sharp. Okay. ما شاء الله التأثيرات الشيني من من وعدنا وانا بدأ وشوف تأثيرها. فخلينا نشوف الكريتس المفروض اسمهم اثنينهم اللي اشتغل علينا ناس اكثر. الله اعلم 2015 نو مان سكاي ما تطلعت لاني ذكرني بدأ لما تتنقل بالنجوم الا اسماء اثنين فقط في كل مكان. لا لكم في كامل بشير وهو زاد ساوند تراك. اوكي باش ناك ثلاثة الاصوات تعتبر وياهم ثلاثة ما شاء الله. سبيشال ثانكس للمجربين للجيم او their families as well. اي انا قرأت في مقالة ان ابوه ساند بكثرة وطفت اللعبة فجأة. لاني لمست الهوم شكلي في ان ابوه ساندهم بكثرة ان يتعلمون البرمجة بصغرهم، فشي جميل شي جميل جدا يعني. ولما اشتغل على مشروع اثنينهم عزقهم الله باول ولد او اول بنت الله اعلم. اثنينهم جاء لي مواليد جديدة ف مبروك مؤخرا 8 سنين. فا ان هاوس جيم انجن دي اس كي. خلينا نشوف الاوبشن. صوت
الموسيقى البرايتنس جميل جدا، لان اللعبه تعتمد كثير على الاضاءه زي ما تشوفون كيف عمل ديفولت فايبريشن. اوكي ما في فول سكرين، بس الافضل تكون فول سكرين كما لا تعتمد على الشيرز بكثره. تشالنجز اند بلاي، خلينا ناخذ نظره على التشالنجز. اكس كنترول، متوقعين الكنترولر اكس بوكس. بريس وايل، بريس وايل موفينج تو داش موف. كل الحبات داش. اوكي فاقدر اسوي حاجتين فقط. ما هي شوتر، فانا ما ابي العب تشالنجينج. خلينا نشوف الستوري الكامبين او بلاي. سيلكت لفل انتر سيلكت. ترى الاصوات واضحه، الموسيقى واضحه. ليدر بورد، خلينا نشوف ليدر بورد. محلي بروفايل، في بروفايل تبع ستيم احتمال. توب اوف ذا ليست، فليب فلتر بيجز. ما ادري اذا في طريقه توصل اونلاين ولا فقط لوكال. سي ار تيلورين كيف شوتينج. اكزيت ديفنس كريت ريدي. ما اقدر اروح فوق تحت. او ماي جاد، اتس مور كومبلكس ذان اي ثوت. اقصد يعني التاوز ضروا وياي، ما ادري اذا الطقس سكريبتد ولا في زي ال ما اعتقد سكريبت، اتوقع هم يحددون اهداف انا ما فهمتها يعني. لان مي معقوله ان يقتلون شيء وانا قتلته اوريدي. شفت كيف حاول يطلق على شيء وانا طلقت عليه وقتلته بعد ما طلقوا. اوه زي الوجه تذكرني بلعبة قديمة على الدوس، ولا كان فيكتور اركيد، ايش كان اسمها؟ ولا ابليس. anyway او ممكن اللي ما شوف العاب الدوس قديمة صارت بس لا. يو التحكم I don't even feel like يعني في خلل. I feel I'm playing a real triple A game. تحكم مرة مضبوط. ستاردست، ستاردست. لا لا ستاردست كان اللعبة اللي فيها الغام واللي كان فيها صور 3D قلبو 2D عشان توفر ميموري، لان الاجهزة القديمة ما في ميموري واجد. انا عندي احلى من كذا. في طريق قال فيها جار. اوكي والله نسيت ذيك اسم اللعبه. في لعبه بعد جاك اللي يقول كم كاورد. المفروض اركز على اللعبه لا ما احاول اتذكر اسم اللعبه. فيها فيس كبير ويا حق كان يخوفني. وايش كان اسم ذيك اللعبه بعد؟ بس مين هي؟ تمبست، اعتقد اسمها تمبس. تمبس اذا ما غلطان كانت على فيكتور اركيد. كان في زي الحلقات تدور حولهم، وكان بعض الاحيان يتغير الشكل لسه زي المربعات ما ادري كيف. وكان شيء مبدع فيها، كانت في الثمانينات اذا ما غلطان 1980 او 79 طلعت. فاللعبة قديمه قديمه يعني. ف ما ادري هم جايبينه من الوراب فيل، فكرت ان تدخل انابيب ترى عين الشاين، ولا اللعبة السيحة من ديك اللعبة يعني الميني جيم ده. اذا ما غلطة تنبس، يمكن بعد اسمها بعد جنوه، يمكن لعبة غلطة.
Anyway, focus on the game for the God's sake. بعد ما اسوي دار زي سرعة الطلق اللي هي لي عندي اعدادات فوق بس ما منتبه 100% صاير اكيد مشاهدين عينكم شوف لي ماي كان ما يقوى لان قاعد ثلاث سنين قاعد احاول اتذكر اسم الجيم في شيء كان عندي ساحة ثالث بعد مع اني انا احب العاب اركيد وارقام قياسية بس This is actually fun. قاعد ألعب بدون ما أفكر يعني. Yeah. الفكرة إن في زي ال dimension grip gravities زي ال fields زي الفضاء. Yeah. Definitely sci-fi. Very interesting. والله أنا مصارع. أعتقد صار زي power up عندي. وش ذا اللي ولع ايتم؟ ينبلع في التحكم زين كيف عمل شيلد؟ عندي شيلد ولا شيلد في الملكية؟ يمدينا بجر قبل ما يتحرك Invisibility. والله توقعت بموت أول خمس ثواني. ما أدري اللعبة ما في صعوبة. لما اخترت play game ما انتبهت إن في difficulties بس ممكن إن هذه الصعوبة المتوقعة which is alright. وإذا تبي تنصلح تلعب challenges. فبعد ما ألعب أكثر مرحلة بجرب challenges. تسعة وعشرين مرحلة بعدين المرحلة الثانية choose message icon قصة جميعها optimize wormhole navigation as we know navigation conditions for our missions are unique we never face the race that dares to attack while traversing wormholes this requires high concentration لتم تتعملوها and skills to navigate on the event horizon or else the gravitational force will pull and degenerate you into your knob. Guy Leko, gravitational field of gravitational force. These guys are huge fan of sci-fi, definitely. I've held already installed Navi points for others. An encrypted version is attached upon isolation. The new system will override a few degrees of freedom to maintain placement on the edge. Additionally, it implements nav movement. Yep, it is a nav. Momentous dash calling dysfunction will randomize all molecules, providing an extenuous side dash maneuver, as well conveying invisibility against most hazards. بعد هذا قاعد يشرح لي كيف الايتم اللي قاعد اخذه لي كيف يشتغلون you can thank me later end of message interesting يا ترى هل عندهم universe فراسم و space opera وشخصيات و انا وجهي as usual دائما اختار مكان الكاميرا مو المناسب فمكان وجهي يغطي على الثالث as usual يعني شيء متعودين عليه انه وين ما احط الكاميرا دا مكانه غلط في البداية انا متعود على الجويكون من جهة اليسار بس سبحان الله اللعبة دي اليمين I'm not shooting. The item power up here. Yeah. What should it? Oh, first enemy, I guess. Watch out for its mind. Ugh. لازم يفتح وجهه
Sorry, I'm busy playing. Okay, that's enough. This is too fun. أقدر ألعب الأول بس هذا ريفيو. خلينا نرجع للشالنجز. No, I'm serious. I'm serious. لو اللعبة ما عجبتني كان يعني ما قلت إنها عجبتني يعني. التحكم مرة سهل يعني سلس ومرة يمديك تدخل في جو اللعبة وسريعة كفاية بحيث إنها تشغلك إنه يعني ما تقدر ما هي stressful بس ما هي طولك الأحداث تستمر يعني في بساطة في الجيم فهذا اللي يخليها يعني أوكي الحين هذا كان بلعبة سايبر بانك موجودة في السيجا تعبر عبر بيبان زي كده أنت تحكم معكوس This is not fair I didn't even start Okay the game sucks Okay Let's see, what's going on here? التحكم انعكس بعد المرحلة دي شوف الكاميرا اللي انقلبت And One more time One more thing What's going on? تعال أقدر أطلق أقدر أطلق I believe I missed that actually Dude, what? Next challenge. What the hell is this? I don't get it. ما أدري كيف متر الغام فجأة لزقت فيني and I was like, what? عندنا ثلاثة challenges. أتوقع لو خلصتني غيرهم. ما أدري شو اسم التشالنج اللي قدمه. اعتقد حطمت القياسي في اسرع موته في الجيم اوكي هذا كان قياسي بس اسرع موته بس اعرف يوتيوبر مشهور يحب العاب الاركيد اكشلي بنصح اني اجربه مع اني انا يوم نصحت اني اجرب لما ما اعطاني وجه لان في 50,000 واحد يكلمه في الثانية I was tricked one more time قبل ما اخلص الفيديو او خليني اشوف ال اعتقد سلاح معين يكسر الجدار المختلف اللون هذا اخضر هذا ازرق هذا احمر احمر اخضر احمر ازرق اوكي نكتفي باللعبة ريلي فن ريلي فن التحدي الاخير بخليكم انتم تكتشفوه بنفسكم فهنا اخر شيء والله ما ادري ايش اقول to be honest I was a little bit amazed بقدرة الرسومات اتذكر ان اللعبة طلعت في 2015 ما طلعت من قبل سنة او سنتين وطلعت على بلاي ستيشن 3 فالرسومات يعني في ذاك الوقت افضل من الحين طبعا يعني اقصد جودة الرسومات الحين صارت واجد اقوى والري كاستنج ما ادري ايش بس اتذكر اللعبة طلعت من قبل 7 سنين فالرسومات actually more than I expected شيء جميل جدا وهذا الشيء يعني واضح يعني منعكس من خبرتهم في الجرافيكس ديزاين وليهم سنين يبرمجون في الشيدرز فواضح جدا ما شاء الله عليهم اللعبة ما ادري كم حجمها خلينا ناخذ نظرة على الحجم لان معمولة بمحرككم 1 جيجا actually I don't know, maybe there is a lot of assets, maybe because I don't know. توقعت أخاف من كده. لأن المفروض الجيم is really optimized. مهما كان الجرافيكس بعد لما ما أدري كم عدد المودلز، ما أدري إذا في بوسز، ما أدري أي يعني لل 19 مرحلة ما هي قصيرة، فما أدري ليش حجم 1 جيجا.
maybe there's a reason. maybe اللعبة الأصلية اللي عندهم أو الباكج أتوقع أصلا من كده بدأت للبلاي ستيشن 3، الله أعلم. أقدر أشيك على الموضوع ده. التحكم رهيب، التحكم ألعاب قليلة يعني أشوفها من إندي يزبطون زي كده. بساطة اللعبة والليميتيشن في الدايمنشن بحيث إنه ما يمديك تقف فوق تنزل تحت، تخلي اللعبة إن اللاعب عنده أمور محدودة يعملها، يطلق داش يتحرك هكا in one dimension فقط من يمين ويسار، ما يمدي يركب فوق وتحت. فمع انها 3D بس ما عطى اللاعب اشياء واجد يقدر يعملها. ما في نظام level up، ما في نظام XP، ما في نظام انه يغير الاسلحة، ما في نظام. هنا تركيزهم ان اللعبة تكون skill base، وهذا اللي خلاها يعني التصميم الرئيسي لحقها يعتمد اعتماد كلي على المراحل، مش على زي ما تقول artificial difficulties او artificially randomness. لان لما اللاعب تعطيه فرصة يعمل grind يعمل skins وما ادري ايش، ما يمديك تقيس صعوبة الجيم وتقيس صعوبة المراحل والوزنية لحقها وتعمل pacing. الامور دي يعني اسهل بكثير للنوفس ان يعملوا العاب فيها RPG element وما ادري ايش و ليفل اب فرصة انك ترجع له. العاب زي كذا عادة اصعب كثير عملها، فواضح ان عندهم خبرة في تصميم الالعاب بشكل احترافي. شيء جميل جدا. لعبت اول مرحلة واضح انه كان سهل، ثاني مرحلة، ثالث مرحلة بدأت اموت اكثر، بدأت الصعوبة بدأت تظهر، لعبت الشالنجينج انجلت فيها. فواضح ان عندهم قدرة على الباونسينج للجيم. رسومات جميلة، الميوزك جميل، الاصوات مناسبة، الكتابة نفسها ممتازة جدا، وتنعكس النيرديness الحكم في حبهم للساي فاي واستخدام المصطلحات الصحيحة. اقدر اتكلم يعني الابد عن الامور دي، فانصحكم تاخذون نظرة عليها. 33 ريال فقط بدون ترخيص على السعر الكامل، يعني ما ادري اذا يعملوا ترخيص ولا لا، لان هم الببلشرز. فاذا كان ببلشر جانبيين هم اللي عادة يعملوا ترخيص عشان يصيروا على المبيعات ما تعبوا على الجيم، بس هم الببلشر وهم اللي يعملون الجيم يعني، فما شاء الله عليهم. لعبة رهيبة جدا، انصح جدا بتجربتها وين بعيد يعني. وموجودة على البلاي ستيشن، موجودة على الاكس بوكس، وموجودة على البي سي. I don't know what to say more. I can play more. اذا تبون اعمل مقابلة مع الاخوين او واحد منهم اعطوني خبر، واذا بدكم تشوفوني احاول اخلص الجيم اعطوني خبر. شكرا للمتابعة. ونراكم مرة أخرى. هاي كوكي سليم من المستقبل جاي يقول ليكم، نسيت ما أقول ليكم، الأخوان بهندسي يعني شغالين على مشروع جديد، لفة جديدة يعلنوا عنه قريبا. متحمسين؟